المحاولة الآن باتجاه رامي أتروكا المتقدم. رامي على مشارف منطقة الجزاء يبحث عن إرسال كرة عرضية لداخل المنطقة والهدف جول أول. إذن زيد غرير كرة إلى داخل منطقة الجزاء والهدف الثاني، لكن راية التسلل راية الحكم حسام فريح. تصل إلى رامي عامر، رامي عامر يتقدم على مشارف منطقة الجزاء يتوغل التمرير لكن مقطوعة من عبد القادر دكي. حسام السمان، حسام السمان والكرة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن أقرب إلى أحضان الحارس عبد اللطيف نعسان لكن لم يستطع التعامل مع هذه الكرة بشكل جيد. حسام السمان والكرة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء بالرأس. يا سلام عليك يا حمو، يا سلام عليك يا حمو، يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الكرة أحمد حمو. فريق عفرين اليوم أغلق كل منافذ التسديد بالرأس، هذه الكرة مرت بسلام. رامي عامر يستعد، رامي عامر كرة إلى داخل منطقة الجزاء بالرأس، كرة خطيرة جدا. أحمد الأحمد على هذه الكرة إلى داخل منطقة الجزاء بالرأس، الواكد يا سلام يا سلام محمد الواكد. هدف التعادل من جديد حسام السمان، حسام السمان والكرة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لا تزال الخطورة قائمة من جديد. المحاولة والتسديد لكن عالية،